السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية أحييكم أنا عبدالله التميار وتحية لكم مني أنا سمر حمد ومن زميلنا في لغة الإشارة محمد الدوسري والبداية بالعناوين. سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي الجيش اليمني يقصف تجمعا حوثيا قبل مهاجمة مواقع في الجوف عقب مقتل سليماني بومبيو يؤكد أن عصر مسايرة أمريكا للإرهابيين قد انتهى أهلا بكم تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأحداث في العراق والجهود المبذوله لنزع فتيل التوتر في المنطقه. كما تم بحث ما يمكن عمله للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الاوسط في هذه الفتره المضطربه. استكمل البرنامج السعودي لتنميه واعمار اليمن اعماله بدراسه وعقد وتدشين عدد من المشاريع التنمويه في محافظه عدن. واوضح رئيس البرنامج المهندس حسن عطاس ان هذه هي باكوره مشاريع البرنامج الذي قدم اليوم دعما للجامعه اسهاما منه في تخفيف اعباء النقل للطلبه والطالبات واعضاء هيئه التدريس ويعمل البرنامج السعودي لتنميه واعمار اليمن في عدن على دراسه الاحتياجات الاساسيه والعاجله التي سيتم البدء في تنفيذها خلال تسعين يوما اضافه الى وضع خطه عمل لمعرفه الاولويات للمشاريع التي سيتم الشروع في تنفيذها وذلك من خلال وجود الكادر السعودي من مهندسين ومختصين في التنميه للاطلاع على اعمال البرنامج وسرعه التنفيذ ومن جانب اخر اجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية اجرت 15 عملية جراحية منها اربع لجراحة القلب المفتوح و11 حالة لقسطرة القلب بمدينة المكلا. وصل اجمالي العمليات المنفذة منذ بدء الحملة الى 92 عملية جراحية منها 72 قسطرة قلبية و20 عملية قلب مفتوح. وتاتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز بهدف معالجة الاطفال المصابين بامراض القلب وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة والوقوف الى جانبهم والرفع من معاناة اسرهم. الى ذلك واصلت العيادات الطبية للتغذية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية واصلت تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. وأيضا لنازح مخيم الخانق في محافظة صنعاء كما تم توزيع مواد إيوائية في محافظتي المهرة وحضرموت وواصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصلاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في المخيم يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المتنوعة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني تجمعا لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في مديرية المتون بمحافظة الجوف، وأوضحت مصادر محلية أن القصف استهدف مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية أثناء محاولتها التقدم في اتجاه مواقع في جبهة حام شمالي المديرية. وأضافت أن القصف أدى إلى تكبيد الميليشيا الحوثية خسائر في صفوفها فيما لاذ من نجا منهم بالفرار كما أعلن الجيش اليمني مقتل فرد وإصابة اثنين من عناصر مسلحي ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة تعز كانت تحاول التسلل إلى محيط التبة السوداء في جبهة الضباب غرب تعز بهدف زراعة ألغام أرضية وكانت قوة الجيش الوطني قد أعلنت في وقت سابق أنها أحبطت هجوما مكثفا نفذته ميليشيا الحوثي الانقلابية في محور رازح بمحافظة صعدة مشيرة إلى تكبيد الحوثية الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد. وسط مساعي اوروبيه ودعوات امميه لضبط النفس وتخفيف حده التصعيد بمنطقه الشرق الاوسط وصف وزير الخارجيه الامريكي مايك بومبيو الموقف الاوروبي من مقتل قاسم سليماني بانه لم يكن مفيدا ياتي ذلك مع تعزيز واشنطن لقواتها في المنطقه والعالم تحسبا لاي هجمات عصر مسايرة أمريكا للإرهاب انقضى عبارة أكدها وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو في تصريحات حملت التهديد والوعيد لنظام طهران بومبيو استعرض التاريخ الدموي لسليماني محملا اياه ماساه نزوح سته ملايين سوري من بلادهم وما لحق بالعراق من انشطه مثيره للتوتر هددت حياه الامريكيين. بومبيو وصف الموقف الاوروبي من الاحداث الجاريه في العراق بانه موقف غير مفيد بقدر ما كانت تامل بلاده. مسؤول في وزاره الدفاع الامريكيه اعلن ان الولايات المتحده بصدد نشر ما يصل الى 3500 جندي اضافي في الشرق الاوسط في استعراض للقوه، تعزيزات من قوه رد سريع تابعه للفرقه الثانيه والثمانين المحموله جوا وضعت بحاله تاهب. بعد مهاجمة السفارة الأمريكية في بغداد وبحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية فإن هذه الكتيبة ستنشر في الكويت في إجراء وقائي استجابة لتزايد مستوى التهديد ضد القوات والمنشآت الأمريكية حلف شمال الأطلسي بدوره علق مهام التدريب التي يقوم بها في العراق وفق ما اعلن المتحدث باسمه ديلان وايت هذا القرار جاء على خلفيه مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني قاسم سليماني ردود الافعال الدوليه توالت من مختلف العواصم من قلب اوروبا واصلت فرنسا جوله من المشاورات الدوليه المكثفه حول الوضع في منطقه الشرق الاوسط وزير الخارجيه الفرنسي جان ايف لودريان قال في بيان انه واصل المحادثات الهاتفيه مع وزيري خارجيه الصين والمانيا اذ كان هناك اجماع على ضروره تجنب التصعيد لودريان اكد انه ونظيريه الالماني والصيني اتفقوا على اهميه الحفاظ على سياده العراق واستقراره، واهميه ضمان الا تنتهك ايران اتفاق فيينا، في حين شدد وزير خارجيه الصين على ان بلاده ستلعب دورا بناء في الحفاظ على السلام والامن في منطقه الخليج. الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيس. طالب بممارسه اقصى درجات ضبط النفس لافتا الى ان العالم لا يستطيع تحمل حرب جديده في الخليج وقد اعرب فرحان حق المتحدث باسم الامين العام للمنظمه الدوليه عن قلقه العميق من اي تداعيات خطيره وقال ان العالم لا يمكنه تحمل مزيد من الحروب مضيفا الى ان جوتريس يكرس جهده باستمرار من اجل وقف اعمال التصعيد الحاليه وتتابعون تفاصيل أوفى مشاهدين الكرام عن هذا الملف في برنامج مجمل القول الذي يأتيكم مباشرة بعد هذه النشرة نعم وحذر المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيرا النظام السوري وروسيا مما غبت تدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة جراء استمرار الغارات وفي الداخل السوري شن الطيران الحربي التابع للنظام عده غارات جويه بالصواريخ على ريف معره النعمان في ريف ادلب كما استهدف الطيران الحربي وسط مدينه سراقب واسفرت حمله التصعيد الجويه على مدينه معاره النعمان وريفها الشرقي الى تهجير مائتين الف شخص الى المناطق الحدوديه من جانب اخر اكد المرصد السوري لحقوق الانسان ان الحرب السوريه تسببت منذ اندلاعها قبل نحو تسع سنوات بمقتل اكثر من ثلاثمائه الف شخص بينهم ما يزيد عن مائه الف مدنيه صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع خلال جلسة طارئة على إلغاء الاتفاق الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين تركيا والوفاق وأعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أعلن النفير العام لمواجهة أي قوات أجنبية منددا بالاتفاقية الأمنية التي أبرمتها حكومة الوفاق مع أنقرة وقال حفتر إن المعركة اليوم لم تعد من أجل تحرير طرابلس فحسب بل أصبحت حربا في مواجهة أي غزو لبلاده داعيا إلى نبذ الخلافات وحشد كل الإمكانيات ورص الصفوف للدفاع عن الأرض كلمة حفتر جاءت عقب مصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا في تحرك أثار ردود فعل غاضبة على الصعيدين العربي والدولي إلى ذلك تظاهر نحو ثلاثة ألاف ليبي في شوارع مدينة بنغازي للتعبير عن احتجاجهم على الدعم العسكري الذي تقدمه تركيا لحكومة السراج ورفع المتظاهرون صورا لقائد الجيش الوطني الليبي واعلنوا رفضهم لتدخلات أنقرة في شؤون بلادهم وتفاصيل أوفى مشاهدين تتابعونها عن هذا الملف في برنامج مجمل القول الذي يأتيكم مباشرة بعد هذه النشرة في هذه الأثناء أعلن الجيش المصري تنفيذ تدريبات بحرية في إحدى مناطق البحر المتوسط ووفق بيان وزارة الدفاع المصرية فقد قامت القوات البحرية بتنفيذ عملية برمائية كاملة باشتراك حاملة المروحيات ومجموعتها القتالية ومشاركة القوات الجوية بالهليكوبتر وطائرات الأباتشي والإف 16 بإسناد من مجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة وتميز التدريب بالتنوع في اساليب القتال مع استخدام جميع عناصر العمليه والتشكيلات التعبويه والقوه الخاصه والذي عكس بصوره واضحه امكانيات اجهزه القياده العامه للقوه المسلحه في الاشراف والقياده والسيطره على هذا النوع من التدريبات المعقده قمع جيش الاحتلال الاسرائيلي مسيره كفر قدوم قد الاسبوعيه السلميه شرق قلقيليه، ما ادى الى اصابه عشرات الفلسطينيين بينهم اطفال ونساء بحالات اختناق بالغاز المسير للدموع. مصادر فلسطينيه افادت بان اعدادا كبيره من جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيره واطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز. وفي محافظه الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اربعه فلسطينيين بينهم ثلاثه فتيه. حسب مصادر محليه وشهود عيان، كما قامت باعتقال شاب اخر من قريه بير الباشا جنوب جنين. النشره مستمره وفيها بعد الفاصل. بنكهه عالميه جازان تطلق اضخم كرنفال شتوي. والعلا تستضيف اول بطوله عالميه لبول الصحراء في مهرجان طنطوره. اهلا بكم من جديد. ألزمت اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية شركات التبغ بمعالجة اختلاف السمات المتعلقة بالنكهة بأسرع وقت. نعم، اللجنة بينت أنه ومن خلال نتائج التحليل والاختبارات التي قامت بها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع أحد المختبرات العالمية المحايدة، تبين وجود اختلاف في بعض السمات المتعلقة بالنكهة في عدد من منتجات التبغ. لا تتعلق باللوائح الفنيه والمواصفات المعتمده ولكن قد يؤدي هذا الاختلاف الى تغير في تجربه المستهلك واكدت انه بناء على ذلك فقد تم توجيه الشركات المصنعه للتبغ والزامها بمعالجه هذا الاختلاف وتعديل هذه السمات لتتوافق مع النكهه المعتاده لدى المستهلك واضافه بيانات المكونات وتاريخ الانتاج وبلد المنشا على العبوه الخارجيه في اسرع وقت مع المحافظه على التغليف العادي الجديد وتم توجيه الشركات ووكلائها بالتواصل مع المستهلكين بشكل مباشر من خلال مراكز اتصال مخصصه لاستقبال شكاوى وملاحظات المستهلك ومعالجتها تحت اشراف وزاره التجاره والاستثمار شهدت منطقة جازان مساء أمس أضخم كرنفال شتوي برعاية سمو أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر. وشهد الكرنفال عروضاً للعزف بالكمان والبيانو والقيثارة وحواراً عن الرؤية الوطنية وتعزيزها لمسيرة التنمية والبناء والتطور. إلى جانب مشاركات لضيوف المهرجان من جنسيات مختلفة تحدثوا خلالها عن السياحة في المملكة. وزينت الالعاب الناريه سماء الحفل وانطلقت مسيره الكرنفال من خلال موسيقى الكرنفال الخاصه والعربات المجهزه خصيصا للاحتفال والتي صاحبها عروض راقصه وكرنفاليه من عارضي الدول المشاركه وانطلقت المسيرة الكرنفالية لمحافظات منطقة جازان الستة عشر والتي ابتهجت فرحا بمشاركتها في الكرنفال الشتوية معبرة عن نموها وتطورها يعيش يعيش زوار مهرجان شتاء طنطوره 2019 روعه الاجواء العربيه الاصيله في بطوله العلا للبولو الصحراء في مكان ملهم ومدرج على قائمه اليونسكو للتراث العالمي وذلك ضمن فعالياته المذهله. نعم وتعد بطوله العلا لبولو الصحراء اول بطوله رسميه تقام في المملكه للعبه تحت اشراف الاتحاد السعودي للبولو حيث تقرر انطلاقها في الفترة من السادس عشر وحتى الثامن عشر من يناير الجاري لتصبح واحدة من الفعاليات الرئيسة التي يحفل بها موسم شتاء طنطورة بمشاركة نخبة من أفضل وأشهر لاعب البولو في العالم وقد اختيرت العلا التي طالما ظلت أمينة على أسرار الحضارات في شبه الجزيرة العربية لتصبح طبيعتها الخلابة خلفية بديعة لمجريات أحداث هذه البطولة الفارقة في الرحلة الرياضية والاجتماعية للمملكة في استراليا خرجت حرائق الغابات عن نطاق السيطرة فيما أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون عن تعبئة ثلاثة ألاف عنصر من قوات الدفاع المدني الاحتياطية للمساعدة في إخماد الحرائق التي دمرت منذ سبتمبر الماضي خمسة ملايين هكتار من الأراضي خرجت حرائق الغابات عن نطاق السيطرة في الساحل الشرقي بأستراليا يوم السبت مدفوعة بدرجة حرارة مرتفعة ورياح قوية وبحلول منتصف النهار سجلت ولاية فيكتوريا 19 حريقا بلغ مستوى الطوارئ وسجلت نيو ساوث ويلز 11 حريقا مماثلا بينما يستعر أكثر من 100 حريق في ولاية أخرى واستدعت الحكومة أفرادا من جنود الاحتياط بالجيش لدعم فرق الإطفاء واستعانت بموارد أخرى منها سفينة ثالثة من سلاح البحرية مجهزة لمكافحة الكوارث والإغاثة الإنسانية ولقي شخصان حتفهما في كانجرو آيلاند بجنوب البلاد ليرتفع عدد قتل الحرائق خلال أسبوع إلى 12 فردا وكانت الحرائق قد اندلعت على الجزيرة التي تعتبر ثالث أكبر جزيرة في البلاد في العشرين من ديسمبر كانون الأول الماضي لكن أحوال الطقس المتردية التي شهدها يوم الجمعة كانت هي السبب وراء تخطي هذه الحرائق حاجز السيطرة لتنتشر في النصف الغربي من الجزيرة بأكمله وحسب مسؤولين التهمت النيران ما يربو على مئة ألف هكتار من الأشجار ودمرت معظم البنية التحتية للمباني في المناطق المتضررة وقالت السلطات إن الوضع الحالي قد يصبح أسوأ مما حدث في مطلع العام عندما دفعت الحرائق آلاف السكان للفرار إلى الشواطئ. تماشيا مع الجهود العالميه لحمايه البيئه، فرضت السلطات في مدينه مكسيكو سيتي تطبيق حظر على الاكياس البلاستيكيه التي تستخدم لمرة واحده، وذلك رغم احتجاجات الشركات المحليه المنتجه للبلاستيك. بدات السلطات في مدينه مكسيكو سيتي هذا الاسبوع تطبيق حظر على الاكياس البلاستيكيه التي تستخدم لمره واحده تماشيا مع الجهود العالميه لحمايه البيئه وذلك على الرغم من احتجاجات الشركات المحليه المنتجه للبلاستيك على هذا الحظر الحظر بدا هنا داخل المتاجر الكبرى في العاصمه المكسيكيه واشاد العديد من الزبائن بتطبيقه ومنهم تانيا اغويار التي قالت انه يسهم في بناء الوعي بالحفاظ على البيئه من التلوث مشيره الى ان الاكياس البلاستيكيه هي السبب في ارتفاع معدل التلوث بالمدينه ويرى احد البائعين بالمتجر ان تغيير ثقافه المستهلكين الذين اعتادوا على استخدام الاكياس البلاستيكيه لتعبئه مشترياتهم سيستغرق بعض الوقت كانت الاكياس الورقية تستخدم في الستينيات وبداية السبعينيات، وبعد حقبة السبعينيات جرى استخدام الاكياس البلاستيكية، والآن سنعود لاستخدام الاكياس الورقية والسلال كما يحضر الزبائن اكياسهم الخاصة معهم. أعتقد أن الناس سيحتاجون لبعض الوقت حتى يعتادوا على ذلك. الحظر الذي دخل حيز التنفيذ منذ الأول من يناير كانون الثاني يمنع التجار من بيع أو إعطاء الزبائن الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة والتي تنتشر بشكل واسع في جميع المتاجر في مكسيكو سيتي من المتاجر الكبرى وحتى الأكشاك الصغيرة وتفرض السلطات المحلية غرامات على المخالفين تتراوح بين 42 ألف و 170 ألف بيزو أي ما يعادل ما بين 2219 دولاراً ونحو 8900 دولار وتمثل مخلفات البلاستيك تحديا بيئيا عالميا كبيرا حيث ينتهي المطاف بنحو ثمانيه ملايين طن من تلك المخلفات في المحيطات حول العالم انطلق مساء اليوم رالي داكار السعودية 2020 بكورنيش محافظة جدة الشمالي وتستمر منافساته حتى السابع عشر من يناير الحالي يقام هذا السباق العالمي بالقارة الأسيوية للمرة الأولى بعد احتكار دام 30 عاما في قارتي افريقيا وامريكا الجنوبيه كاحد اصعب واشهر الراليات الصحراويه في العالم وتحتضنه صحراء المملكه ويعد سباق رالي دكار السعوديه 2020 امتدادا رائعا للنسخ السابقه من الرالي

وقبل ان نختم بالعناوين مشاهدينا الكرام نتحول الى برنامج مجمل القول، ينضم الينا من هناك الزميل عبد الله اليحيى، اهلا بك عبد الله أهلا, اهلا وسهلا ابرز ملفات هذا اليوم في مجمل القول حياك الله عبد الله اهلا وسهلا بك وبزميلك سمر وبالمشاهدين الكرام، لدينا ملفين، الملف الاول سوف نركز فيه على ايران ودعوة ترامب لان تتوقف عن سياستها المزعزعه للامن في المنطقه، ملفنا نعم. الثاني سوف يكون عن ليبيا والتدخل التركي في ليبيا اذا بالتوفيق لك زميلي عبد الله ايضا مشاهدينا الكرام انتم على موعد بعد نهايه هذه النشره في برنامج مجمل القول نعم وختام نشرتنا وهذا تذكير بابرز عناوين سمو ولي العهد تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجيه الامريكي الجيش اليمني يقصف تجمعا حوثيا قبل مهاجمه مواقع في الجوف وعقب مقتل سليماني بومبيو يؤكد أن عصر مسايرة أمريكا للإرهابيين قد انتهى تحية لكم في أمان الله إلى اللقاء